متابعي شبكة قدس الإخبارية، هذه آخر التحديثات الميدانية من مدينة غزة لهذا اليوم. طيران الاحتلال الصهيوني يقصف مجموعة من الصيادين الفلسطينيين بينما كانوا يتواجدون على شاطئ بحر غزة، مما أدى إلى وقوع 7 شهداء وعدد من الإصابات، وصلوا جميعا إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة. بعد هذا الاستهداف كان هناك استهداف آخر لشقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع الشهيد وعدد أيضا من الإصابات وصلوا إلى ذات المستشفى. بعد ذلك كان هناك استهداف آخر أيضا طال عدد من الفلسطينيين كانوا يتواجدون في محيط مدرسة الإمام الشافعي في حي الزيتون إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة، مما أدى لارتقاء 3 شهداء وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى المعمداني، علما أن مدرسة الإمام الشافعي تأوي عدد كبير من النازحين الفلسطينيين الذين أموها منذ بداية هذه الحرب المتواصلة على شمال قطاع غزة. أضف إلى أن طيران الاحتلال أيضا كان قد قصف صبيحة هذا اليوم عدد من الفلسطينيين في حي الزيتون تحديدا في محيط شارع سك، مما أدى إلى ارتقاء شهيد 1 بالإضافة إلى عدد أيضا من الإصابات. تتابع هذه الغارات بشكل كبير في الساعات الماضية كان نتيجة القصف الجوي الذي تزامن أيضا مع القصف المدفعي من المدفعية المتمركزة خلف السياج الفاصل شرق مدينة غزة. أضف أيضا إلى أن طائرات الاحتلال المروحية قصفت اليوم أو أطلقت النار بشكل مباشر تجاه الفلسطينيين سواء في الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة غزة تحديدا في حي تل الهوى، وأيضا بموازاة ذلك في حي الزيتون إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة.